يمكن مبادرة إنسانية حلوة جدا قام بيها دكتور سعيد عقل، وهو رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الحمول المركزي بمحافظة كفر الشيخ. المبادرة دي هي إيه؟ هو قرر إن هو هيعمل عملية ولادة بالمجان لمدة سنة كاملة. يمكن طبعا المبادرة دي عملت صدى كبير قوي في محافظة كفر الشيخ، ويمكن ساعدت ناس كتير من السيدات أو الأسر البسيطة اللي يمكن ما بيكونش معاها تمن أو ما عندهاش القدرة المادية إن هي تقدر تعمل عملية الولادة. ولكن الفكرة بقى في المبادرة هي سببها إيه؟ يمكن ربنا نجى ابنه من حادثة كبيرة جدا، وكان معاه 2 من زمايله، واحد فيهم توفى الله يرحمه، حد تاني برضو لسه مصاب في حالة حرجة. فهو فكر انه ازاي ممكن يعمل حاجة كده لوجه الله كنوع من أنواع الصدقة، أو كنوع من أنواع أنه هو بيفدي ابنه. هو يمكن كمان كان قال قبل كده أنه مش هقدر أن أنا أذبح مثلا وأنا في حد من صحاب ابني توفى، أو مش هقدر أن أنا أعمل الفكرة دي بشكل مختلف. فهو قرر أنه هيعمل عمليات ولادة بالمجان، سواء الولادة دي كانت طبيعي أو قيصري، لمدة سنة بالمجان. ويمكن مع كل عملية ولادة هو بيسمع فيها دعوة حلوة لي أو لابنه أو لصاحبه اللي توفى، بيحس أنه هو كده فعلا قدر يعمل اللي عليه. ويمكن كمان زي ما هو معروف برضو أنه عمليات الولادة للأسف بقت من العمليات المكلفة جدا، أو من العمليات اللي غالية جدا. يمكن بتبدأ، ده احنا بنقول كده اقل حاجه، ان هي بتبدا تقريبا من 5000 جنيه بقى وانت طالع، على حسب طبعا المستشفى اللي انت بتعمل فيها العمليه، او على حسب الدكتور وطبيعه عمليه الولاده نفسها. فاكيد يعني كتر خيره انه شخص يعني بقى له 35 سنه في مجال الطب ويقرر ان هو وقته او سنه كامله من عمره ان هو يعمل فيهم العمليات دي بالمجان. وفعلا بتخيل احساس بقى انه في اسره هي كانت شايله هم الولاده او شايله هم مصاريف الولاده، وقررت او لقت كده انه ربنا بعت لها دكتور زي دكتور سعيد عقل ان هو يعمل لها العمليه بدون اي مقابل مادي. يمكن الجزء اللي ليه علاقه بابنه عاد عليه ان هو يقدم خير لناس كتير جدا من الناس اللي عايشه معاه في نفس المحافظه.